شيخ مصطفي حاجي إسماعيل خارون أيا محاضرة كساب سان تاريخ دا فلسطين كو قبطي مغالة داخر جيسا وحانا سوق بنقابيي قار كميدا علمدا واوين الدالكا شيخ مصطفي حاجي إسماعيل خارون أو كخدل يا فلسطين أيا وحاويدي موضوع فلسطين هي سهلوني يدا وحلقية بدك ما تلقي يا بني حي دول آد إيه ودوني ذكي وقوع وقوض بدنا وحي حب لها يبا يكون كتابين ايانا وطمر يا عبور يضرب الله حاضي خاصة ما شيء غزل يحضر غزل سيدا وقتهم با بل عيد وشن مي يبر بها و 5.6 مايز بل عيد وحويان ويستيشن كان بيسال لا ايربورت وشن مي لدور الجنيتا بل عن الزوايتا بل كيلو وشن يغلطن مي وقولي قولي أخذت مية السويرة أما صدق قولي لدي شن كيلومتر أو السويرة ومن كيلومتر السويرة كالسط تضبقنا وفتقلي كيلومتر السويرة كالسط غزكي يلا تضبقنا قف بادي ماشي حتى هذا لي ويولود لي سقال بلود في دمود يهوبي يلي من بدل من عراق من مدافعات من تابي نوع البابوي سواش اسمه الدين ثلاثة قلبية أبو إني ما بقول قادم في رواية وحوية وحن السدر وحفظ ما كوحن الله إن كوحن ما وحن السدر وحفظ يا خطة قالوني من يهود با مسيح يهود عكا بضل الله قد قال ناس وحلو بضلان دونا ما هو نظام دونا درس قدمان في تاريخ وقت مسيح ما في الله سيدا وقلت حد السودية إن أنكوب وأن تلك المامر وحكوا رمي دونا بدايات في قضية الثانة وأقول لك هو الرئيس ماشي تهدى واحد لكم أي سنة يبقى لي شهر سنة برضا صدر سنة يبيس وكل سنة يجي هي شهر يتضوات السنة دور وإسرائيل أي فلسطين عندها فرصة واحد ربا مرقا إمان تلمانا أفرق عبادة لكي تسنة طيب تكوروات وأعطيكم الرأي مضبوط طبقي وسجاب قرية مضبوط طبقي وحيكم الرأي إن كوا رما أفكار يهودية مجتمع غير الأباء هم سنايا سكوا قيل أنا بعض حتى كوا من دونا فترة يدريسوا هي يصدق سنة هي هي ماشى سبيلي كتشري قيمة صدحة وحقوق المام الدولة خطبات نيشان سنضو وإسرائيل يعجب حيسي قيمة صدحة وحقوق المام الدولة موقف كرر دلبات يسهيون يبدأ هي ما مضى أنت أصلاً مكوّم من واحد هو أن هي مركب وادين المسلح هذين مصطلحات أما إذا حين لقي يا بين بدل الاستعمار أصل الضبع وحين تلمام دون الله على يدي يهود يهودين مو ربنا إسرائيل يسهيونيا حول حياة يهودين مدو سيدا مكالو استعمار وادين والدين هي الثقافة وماذا إله وماذا لجاي يهود الله يقانا وأمة
كم من عالم بذلك الدجنة هذا بضانه يعني وأجناس مختلفة ذلك يهود العيال ما أما وأعراق كالبيت السنة وحيلي يندد غير من إسرائيل وحيلي يندد خزك الله ينادر خزك وصول تركيا أمام منغوليا والدولة ما شيقي تيدا خوصي هي قوقاز يلوكا كتلين جرتين ودين تنقاض الضغط الرومائية وحكم ذلك اليمنيين قبائل اليمن مشي والله قصوا بلاد الصبا هي عهد بلقيس دين تنقاضي وحكم ذلك بربر بربر كو غوي قاف كذب دكران جريا وينا وقت وقتيا لكم الدين تنقاض قاطي وحكم ذلك فلاشه ذلك المدو إثيوبيا كتبت وحكم إذا قبائل عربية دي تقاتل مثل ابن قطيبة فقواديان العرب كورهم يوحك المامي في الجاهلية حمية يا بني كرانة يا بني الحارث يا كندة يا بعض قضاعة قيبة كم دين دي تيهود عزتين سيد وكرة ابن حزمنا في جمهرة العرب سلكوا مسألة فقط المامي جستو ذو حيقول ندنك وكه الله قار كم إذا علم ذيك سوقيب كشيء كلن كاسي وحناي تلمامين أهمية محاضرين ذناي ولا هذي الشعب وينها الصومال الآن جرهنا عاصمة هرقيسا حمزة قرباني وربهين قبيل أحمد ديري سي بي تي في هرقيسا ما شاء الله سودو هذا لجانكات شركة التلسوم محمل وحي كود ديارسي أديق إنترنت كأي فايبر أوبتيكا كاسو حواريه سو كلا قوء لهين وغوشي وإشا بلك تيدا انتو سو قد لنايو هذا البقم هاقر اللي إيكو استعمال سوشيال ميديا كنا داوا ورركا عيارها إيو أونلين جيميسكا هادبا محمل سو قشو قرقاقا حفيسكاقا إيو قوبتا دا شقو فضلا نقال سو حديد نمبركا